السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام والحاضرين أجمعين، وطاب مقيلكم. أهني وأبارك للشاب الخلوق رضوان عبد الله الشايع بمناسبة دخوله القفص الذهبي، وأقول له كما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. ولا يسعني سوى قول بعض الكلمات لتحمل لك أرقى التهاني والتبريكات، فأقول لك مليون مبروك بكل ما تحمله الكلمة من أرق معاني. أسعدك ربي ووفقك وهداك ورزقك السكينة والذرية الصالحة، وتحياتي لك وللحاضرين أجمعين، وشكرا.